إن كتاب القانون في الطب ظل الكتاب الطبي المقدس والمرجع الأساسي لأطول مدة في التاريخ من أي كتاب آخر. بهذه العبارة وصف الطبيب الكندي البارز ويليام أوسلر كتاب القانون في الطب الذي يعتبر علامة فارقة ومحطة فاصلة في تاريخ الطب الإنساني منذ فجر البشرية. وقد قامت دار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية بالتعقيم والعناية لمخطوطة هذا الكتاب. فما حكاية هذا الكتاب؟ ومن هو مؤلفه؟ ولماذا ترك الكتاب خلفه ذلك الأثر الكبير والممتد حتى وقتنا هذا؟ ولكي نفهم قيمة الكتاب العظمى علينا الرجوع إلى القرون الوسطى، حينما كانت الحضارة العربية الإسلامية مزدهرة ومهيمنة على العالم في شتى العلوم مثل الفلسفة والمنطق والفلك والرياضيات والكيمياء والجغرافيا، حيث أسهم العلماء في جميع المجالات خاصة في مجال الطب، فقاموا بترجمة كتب اليونان ثم هذبوها وشرحوها وأضافوا عليها، حتى قيل في وصف الطب: كان معدوماً فأوجده أبقراط، وكان ميتاً فأحياه جالينوس، وكان متفرقاً فجمعه الرازي، وكان ناقصاً فأكمله ابن سينا. ويعد ابن سينا أبرز علماء عصره والعصور اللاحقة عليه في المجال الطبي، ليس فقط على مستوى العالم العربي والإسلامي، بل على مستوى العالم كله، وبشهادة علماء الغرب والمستشرقين. جاء مولد هذا العالم الكبير في عام 370 هجرية في قرية أفشن في بخارى، وكان يلقب بالشيخ الرئيس، وسماه الغربيون أبا الطب الحديث في العصور الوسطى. في طفولته وصباه درس العلوم الدينية والفلسفة، وعندما أتم 16 التفت إلى الطب وعكف على دراسته. وعن هذه الرغبة يقول ابن سينا عن نفسه: رغبت في علم الطب وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه، فلا جرم أنني برزت فيه في أقل مدة، حتى بدأ فضلاء الطب يقرؤون علي علم الطب. فابن سينا لم يهتم بالجانب النظري للطب فقط، ولكنه اهتم أيضاً بالجانب العملي، فكان يكشف على المرضى بالمجان شغفاً بالعلم وحباً للخير، وقاده ذلك لاكتشاف طرق جديدة ومبتكرة للعلاج. وخلال سنوات قليلة ذاع صيته كطبيب، وامتدت شهرته بين المراكز العلمية المشهورة آنذاك، فطاف البلاد وناظر العلماء، فشهد الجميع لعلمه الغزير وعبقريته الطبية المتفردة. وفي عام 428 هجرية وافته المنية، ليرحل بعد أن قدم للبشرية نتاجاً علمياً ضخماً عظيماً، حيث صنف أكثر من 100 كتاب بين مؤلفات أصيلة ورسائل وشروحات في فروع مختلفة كالفلسفة والرياضيات والطبيعة والفلك. قام صاحب السمو بجمع مخطوطات الدار خلال سفرياته المتعددة في بلدان العالم المختلفة،
واحتفظ بها في قصره. ولما تفضل بإنشاء دار المخطوطات الإسلامية في الجامعة القاسمية خصها بهذه المخطوطات النادرة ليستفيد منها طلبة العلم والباحثون من كل بلاد الدنيا. ومن ضمن هذه المخطوطات مخطوطة كتاب القانون في الطب. تقع المخطوطة في 89 ورقة، وتحتوي الصفحة الواحدة على 25 سطراً، وتم كتابتها بخط نسخ على ورق من النوع المشرقي في مجلد لونه أسود عليه ميدالية مضغوطة في الوسط، ويبلغ مقاس الورقة 22.6 سنتيمتر في 14.5 سنتيمتر، وهي محفوظة بقاعة حفظ المخطوطات. جاء هذا الكتاب شاملاً لعلوم الطب والصيدلة دون ترك شيء، كما تميز أسلوبه بالدقة والوضوح والتنظيم، على عكس كتب الأطباء اليونانيين الذين اتسمت بالغموض والتعقيد وسوء التنظيم. فجاءت معلومات الكتاب بشكل سلس ويسير في ترتيب منطقي ليستوعبه كل طالب علم. ويبرهن على ذلك حسن ترتيب أقسام الكتاب التي ذكرها ابن سينا في المقدمة قائلا: إني أجمع هذا الكتاب وأقسمه إلى كتب خمسة. الكتاب الأول في الأمور الكلية في علم الطب، الكتاب الثاني في الأدوية المفردة، الكتاب الثالث في الأمراض الجزئية الواقعة بأعضاء الإنسان عضواً عضواً من الرأس إلى القدم ظاهرها وباطنها، الكتاب الرابع في الأمراض الجزئية التي إذا وقعت لم تختص بعضو، الكتاب الخامس في تركيب الأدوية. ويحتوي الكتاب على اكتشافات طبية مذهلة قد عرفت لأول مرة في وقته، مثل الوصف الصحيح لعضلات العين وشرح وظيفة الشبكية وكيفية الإبصار والإشارة لاختلاف عظام الجمجمة عن بقية العظام فإذا انكسرت لا تلتئم. أيضاً تم التفريق بين أنواع الالتهابات المختلفة وتوضيح أسباب الشلل والسكتة الدماغية والكشف عن أسباب الأمراض المعدية كالسل والحصبة والجدري وكيفية انتقال الأمراض عن طريق الماء والأتربة. كما ترجم الكتاب لأول مرة إلى اللغة اللاتينية في بداية القرن الثاني عشر الميلادي على يد جيراردو كريموني المترجم الإيطالي الذي اشتهر بترجمة الأعمال العلمية العربية، ثم ترجم فيما بعد إلى معظم اللغات الأوروبية لينتشر بعدها في كل أنحاء أوروبا، حيث ظل الكتاب المرجع الطبي الأساسي طيلة خمسة قرون، واستمر تدريسه بالجامعات هناك حتى القرن التاسع عشر الميلادي. ولدينا من هذا الكتاب مخطوطة محفوظة الآن بدار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.